حوادث التحرش المتعلقة بالأطفال أقل ما يقال عنها أنها بشعة ومقززة، وفعليا ما في كلام طبعا يكفي عشان يوصف بشاعة هذه الأفعال، وآخرها الحادثة الأخيرة اللي ضج فيها المنصات المصرية منذ مساء أمس، وصراحة الواحد ما يعرف إيش يقول عنها أو كيف حتى يوصفها. شوفوا بنفسكم. الفيديو اللي شفناه مو محتاج شرح، فواضح يعني في رجل استدرج طفلة وتحرش فيها لكن الكاميرات كشفته. بس خليني أقول لكم التفاصيل بحسب اللي تداولته وسائل إعلام مصرية، هذا اللي نعرفه حد الآن. فالواقعة المؤسفة صارت في أحد مباني ميدان التحرير بمنطقة المعادي في القاهرة، ميدان الحرية عفوا. طيب، وقيل إنه الرجل كان بيعتقد إنه المبنى مهجور، لذلك استدرج طفلة من أطفال الشوارع اللي بيتسولوا في إشارة الميدان، استدرجها لمدخل المبنى، ولحظة تحرش فيها طلعت له سيدة وبدأت تنهره، وتبين لاحقا أنه هذه السيدة بتشتغل في معمل تحاليل موجود جوا البناية، وشافت الرجال عن طريق كاميرا مراقبة المعمل. بس لما واجهته بالكاميرا مثل ما شايفين أنكر فعلته وزعم أنه الطفلة بنته، وبعدين جري وهرب. عشان كده قامت السيدة اللي اسمها يوجين أسامة قامت بنشر الفيديو في صفحتها بفيسبوك وطالبت بمحاسبته. المصريين طبعا على طول استنفروا معها، وطلع أكثر من هاشتاج على الموضوع، وفي حالة غضب واضحة وكبيرة جدا، خاصة بعد ما تبين أنه هذا الرجل عنده طفلين بحسب ما تم تداوله. لذلك البعض حتى ما اكتفى فقط بالمطالبة بمعاقبته، بل في مطالبات بإعدامه علشان يكون عبرة لغيره. ونتوقف مع بعض التغريدات. طيب، الأخير أن الجدير ذكره أنه للآن في أقوال كانت متضاربة حول كان إذا الأمن قبض عليه ولا لا. ففي مواقع أخبارية بتقول أنه للآن أجهزة الأمن بتبحث عن الجاني وما زالت تفحص الفيديو المتداول للوقوف على حقيقته وتاريخه هذه الأمور. وفي صحف وأشخاص مثل المحامية دينا المقدم اللي بتملك قاعدة كبيرة من المتابعين في فيسبوك أكدت أنه تم القبض عليه، وأنه الشكاوى الحكومية في مجلس الوزراء تحركت ضده. على العموم، قبل دقائق نشرت عدة مواقع إعلام مصرية خبر القبض على المتحرش، ونشروا كمان الصور الأولى له وهو متكلبش.